لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نلتقيكم في أولى مباريات نسور كارتاج في المجموعة رقم 10 ضد غينة الاستوائية، الفريق الذي نلتقيه للمرة الثامنة في 10 سنوات، والفريق الذي التقيناه تقريب 4 مرات في آخر موسمين على مستوى تصفيات أمم إفريقيا وعلى صعيد وإطار التصفيات المونديالية، مع مباراة في الليل 10 بالليل توفى بوحرة، يعطي الثقة في الاتحاد التونسي لكرة القدم في مواصلة المشوار للمدرب أفراد. الكرة ترجع من فراس بالعربي، نادر الغندري، والفرصة الأولى لنصور كارتاج. المنتخب التونسي اليوم يبدأ المونديال، اليوم يبدأ المشوار أصلا في رادس. العرضية، الخطورة إلى الخنيسي، الخنيسي هل يجدد عهد الشباب ضد الدنمارك في المونديال؟ الناس كل خطيرة، فرصة، والمنتخب التونسي بادي مليح. 7 دقائق، فما كرة، فما روح، فما ضغط، فما تنوع في الهجمات، وبرابو الفرجاني. فرجاني ساس استاف المنتخب، حذاري من الكرة، حذاري، رد بالك يا بشير. حارس الاتحاد المنستيري، تانينا إدارة الحقيقة وجمهور العاب ديور في اليسار مرة أخرى، والركنية بصافرة البوراندي باسي. اليوم إن شاء الله الانتصار. الكرة بالرأس وفي خط على العيدوني، عيسى العيدوني قلب الأسد بذكريات بلها. ترجع كرة بالعربي، باهي بالعربي، فراس، هو التسديدة من فراس بالعربي، ممتازة فراس بالعربي، صاحب ثنائية مع النسور في المرمى الموريتاني في كأس العرب في الدوحة. إن لم تخني الذاك خسروا خرجوا. ترجع كرة وهدف دراجر، دراجر ممتاز، لاعب لوسيرن السويسري. الخنيسي سجل أكثر من 10 أهداف، خطأ وفاول يستفيد منه منتخب غينيا الاستوائية. فما حيوية والعرضية، وينك يا طه؟ والكرة إلى ترمرة في الكان على التوالي من 94، لم نتغيب أبدا قط على النهايات، ركور في فريق. يمشي في راس، يحط كرة، هو الكرة أوت، ضربة مرمى لأوفونو. ترجع الكرة لأوفونو، 18 دقيقة لعب في الشوط الأول. دراجر، دراجر، مش ممكن الهدف الأول، وكرة تضيع بتدخل الحارس أوفونو. فور بالرأس على القائم الثاني، خطيرة جدا مرة أخرى، والهدف الأول يضيع بطريقة غريبة، غريبة، خلتها في المرمى وتمنيناها في المرمى، وكرة عيسى العيدوني لا تماس. نعيم يعطي باس حلوة برشا، وكرة بعيدة على فراس بالعربي. شوف الكاليتي متاع اللاعب كي يبدأ الفورماسيون متاعو. يرجع بالكرة نادر، في خطأ لعيسى العيدوني. فرجاني خطيرة، نعيم، نعيم ممتاز، نعيم، ولكن الدفاع يا تاكلينج في تايمينج ممتاز بالنسبة للغينيين. ترجي إن شاء الله بيحلم، لما لا، الستة الأولانيين عندهم شانس مونديال إن شاء الله. احنا كرة شاطئية، كرة صلاة، محاولة للمنتخب الغيني وتماس. الفكر السياسي وقتها كان يسمى الفريق القومي التونسي في السبعينيات، الفريق القومي التونسي. كرة الفرجاني مشكلتها انها كانت في الوسط وكانت سهلة ليوفونو، كان عنده كي تقلب مباراة كاملة. كرة بالراس ترجع من الدفاع الغيني، كرة عن طريق سليتي، فماش تسلل، فما واضح التسلل. وزادوا من 10 سنين الفرنسية، وفي راس بالعربي يجيب مخالفة وركنية، حكم يقول ما فما شيء، ضربة مرمى للحارس أوفونو أعتقد. نعيم، نعيم يخرج كرة، جول، جول العبدي، جول، جول، مش ممكن كيف ضاعت الفرصة، مش ممكن كيف ضاعت فرصة المنتخب التونسي. كرة ما حبتش الشباك المتتالي، كلين شيت إذا ما تغرناش. التسديدة والحارس، شوف الشوطة والصعوبة الأولى، بشير بن سعيد يتصدى، كرة العابدي برا، يعلي برا، يعلي وعلي العابدي، شفت الكاليتي متاع طالبي، برافو منتصر،
منتصر الطالبي الأولى والثانية، لكن أوت مش في الدوت، كرة تمشي من العرض يحطها غطاء ياسين الخنيسي والكرة برا، كرة تابل ما تناقش، فبالتالي يبقى لك يمكن مكان. تمشي الكرة منتخب التونسي يلعب الكرة والتسديدة والهدف، ولكن لا، الهدف الأول يلغى لأنه ما لمسش الكرة. والحلوة برشا، حلوة برشا، ويضيع الكرة فرجاني، يضيع الكرة بقطع نظر كبيرة، والهدف الأول مرة أخرى يضيع، مش ممكن، وسيتو جول، واحد بلاس نعيم، واحد بلاس سليتي، العائلة حاضرة في رادس، والسليتي يفرح عائلته وجمهوره ويفرح عشاق المنتخب. 55 دقيقة في هدف قبل الستين اللي وعد داله، عاود داله، والهدف الثاني يضيع، والهدف الثاني يضيع، عكست الكرة فرجاني، الكابتن فرجاني بتاع يوسف تحضر الان في اخر ربع ساعة، يمشي خطير، الهدف الثاني، جزيري جول، عالمي يا سيف، عالمي يا سيف، الهدف الثاني لنصورنا عن طريق نصر كرتاج، سيف الدين الجزيري ادخل في ثواني يسجل الهدف الثاني ويبصم على 3 نقاط للصدارة التونسية مع ليبيا. ولكن حلهم يا نعيم، اضرب يمسك لي جول، الهدف الثالث من نمس، الهدف الثالث من الذهب الذي لا يصدى ابدا، الذهب عمره ما يصدد يمساكني. 3-0، سيناريو المونديال يتكرر، 3-0 على الغين الاستوائي، اكبر سكور في تاريخ مواجهات المنتخب. زيد الرابع، حط الرابع، حط الرابع، حط الرابع يا يوسف، حط الرابع، حط الرابع يا مساكني، رمج التوني 2015، حط الرابع يا مساكني. 4-0 على الغين الاستوائي، انهيار غيني وتألق تونسي، وابو منيجل يسعد للرباعية. 4-0 في مستهل افتتاحية الكان حتى التصفيات الأخيرة. قال ياسين بونو حارس المنتخب الوطني بأن المباراة ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والتي انهزم فيها المنتخب المغربي بثلاثية كانت صعبة للغاية بالنظر إلى الضغط المبكر الذي مارسه المنتخب الخصمي. وقال بونو في هذا الصدد، واجهنا خصما عنيدا، ضغط علينا منذ البداية، لكننا عرفنا كيف نعود لأجواء المباراة، أتيحت لنا بعض الفرص، لكن في حدود الدقيقة 25 جاءت كرة مباغثة التي أعطت الهدف الأول. على العموم المباراة التي خاضها الفريق الوطني ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن سيئة رغم هزيمتنا، وهناك أمور يجب إصلاحها، ويجب التركيز على مباريات كأس إفريقيا لكي نضمن التأهل ونكون جاهزين لمونديال.